افرض بقى كتير جدا من الستات اللي هو بشكل عشوائي كده خدت الحبوب، خدت اي وسيله سمعت عنها، راحت الصيدليه تمام. حددناها اي حاجه من غير ما تعرف التاريخ الصحي او هي عندها مشكلات ولا لا، الوسيله دي امنه لها ولا لا، ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لها؟ اوكي، لا مضاعفات يعني هي كتيره مش قليله. لان الاختيار الصح للنوع، لان هي من بس ايه، راس مال الحمل، راس مال الحمل ده 3 انواع مش نوع واحد. تمام. وكمان لا، وفي نوع منهم بقى 4 جنريشنز. مظبوط يا رشا. فبالتالي لا، هي تو بيك اب لازم دكتور يحدد. ما ينفعش لا الصيدلي ولا جارتي اللي تحتيه تقول لي خد النوع ده كويس انا جربته. هنا ده ما واحد. ينفعش نسأل مجرب، هنا لازم الطبيب. لا بالظبط كده. لا ده لازم، ده لازم، لانه في عندنا قبل ما بنكتب بالذات اللي هي منتشره تمام، اللي هي اقراص مرض الحمل، لازم ناخد تاريخ مرضي زي ما دكتوره رشا قالت، اعرف اذا كان حد من عيلته جاله جلطات، مش هو جاله جلطات، حد من عيلته جاله جلطات، هو جات له او هي انا اسف جات لها جلطات، هل عندها امراض في القلب تمنع، هل في عندها ارتفاع في ضغط الدم، هل سن العمر قد ايه، انتظام الدوره قبل مادي الاقراص منع الحمل، لانه كل ده بيرتبط بينا انهي نوع يناسب. حضرتك قلت لي ايه كومبليكيشن ممكن تحصل من ناحيتنا كقلب او اوعيه دمويه، هم حاجتين كبار قوي ممكن يسببهم راس مال الحمل. هو لو عندها ضغط، ممكن الضغط ما يبقاش منتظم يعني ما تعرفش تظبطه بعد كده، وممكن يحصل لها جلطات، والجلطات دي تنتقل من رجليها او من الحوض للشريان الرئوي، فتعمل ما يسمى بالسده الدمويه الرئويه اللي هي جلطه في الشريان الرئوي. طب هو ليه بيحصل الجلطات وخاصة بتاعت الرجل؟ يعني ليه بتحصل؟ من أسباب الحمل ولا ان جنرال؟ لا في ال... بسبب أي وسيلة من وسائل اللي منع اوكي. الحمل. ده بتحصل أكتر مع رأس من الحمل تحتوي على مادة الاستروجين. الاستروجين أول ما بدأوا خالص في رأس من الحمل كان استروجين أونلي، وطبعا كان مصيبة داهية يعني. وبعدين ابتدوا يحطوا نوعين، الاستروجين والبروجستيرون. الاستروجين هو اللي بيسبب الجلطات لانه بيعمل تغيير في كميه الدم بتساعد على حدوث جلطه. تمام. وكان الاول بيستخدموا 50 مايك التركيز الاستر في الدواء في القرص 50 مايك، فلو مشاكله كبيره قوي فنزلوا 20 ل 30 ثم الى 20. وده الميني بال، ده بيسموه ميني بال، ميني استروجين بال، ده ال 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 احتماليه حدوث جلطات منه اقل. الاقل اكتر واكتر بقى لو انا بستخدم بروجستيرون مش استروجين، اللي هو النوع التاني، يعني هرمونين الاستروجين والبروجسترون، وده اللي بيطلعوا عند الستات من الموبايل. البروجسترون كويس، ما فيش منه مشاكل كتيره زي الحاجات اللي بتحتوي على الاستروجين، بس كفاءته في منع الحمل اقل. فعشان كده بنعمل كومبينيشن، يعني واحده مثلا كل ما تاخد قرص عادي من راس مال الحمل العاديه يجي لها ارتفاع في ضغط الدم، مش عارفين تظبط ضغط الدم. لا ده انا بقى احملها بروجسترون واحط لها مثلا اللي هو اللوب، انه بس مش هرموني. تمام. اللي هو النحاسي مش هرموني. فده بقى انا مسكت الموضوع من ناحيتين، الهرمون وكذلك اللوب، عشان اوصل لنسبه كويسه من منع الحمل.